بنرحب بيكم مره ثانيه اعزائي المشاهدين، وبنرحب بخبيرنا التحكيمي المتميز دائما كابتن ناصر عباس. كابتن ناصر، اهلا وسهلا بحضرتك. تحياتي لك كابتن ايمن، وتحياتي لكل مشاهدي ومتابعي قناه النادي الاهلي في كل مكان. تحياتي للنجوم الكبار كابتن شريف عبد المنعم، كابتن اسامه عرابي، وكابتن علي عبد الرحمن، وكابتن احمد بلال. نور يا كابتن. الله يخليك كابتن. كابتن ايمن، مباراه صعبه، يعني خلينا نتكلم كتحكيم، هي مباراه تحكيميه صعبه. كان طاقم التحكيم مكون من محمد الحنفي كان حكم الميدان، وكان معاه مساعد رقم واحد احمد حسام طه، مساعد رقم اثنين كان محمود ابو الرجال، الحكم الرابع كان هشام الفلال، وكان على تقنيه الفار الحكم الدولي محمود عاشور، ومعاه محمود ناجي. بدايه بس نبارك للحكم المساعد محمود ابو الرجال، احمد حسام طه، محمود عاشور، محمود البنا، امين عمر، الخمسه ان شاء الله رايحين بطوله الامم الافريقيه، بنقول لهم مبروك وبالتوفيق ان شاء الله في الامم الافريقيه. حاله مهمه جدا، البعض كابتن اسامه قال ان دي فرصه محققه، وكان يجب طرد محمد الشناوي في هذه الحاله. من خلال قناه النادي الاهلي دايما احنا بنجيب الكلام بالقانون. كنت حابب جدا اجيب الحاله ديت في الاول خالص ونشوفها، ونشوف فيها معايير الفرصه المحققه، هل هي فرصه محققه او هجمه واعده. كابتن عادل، القانون والماده 12 عندنا اربع اعتبارات يا كابتن بلال اللي موجوده هنا. بنقول ايه هي؟ اول اعتبار المسافه بين المخالفه والمرمى. الاعتبار الثاني الاتجاه العام للعب. الاتجاه العام للعب يعني الاتجاه اللي رايح ليه، متجه ليه المرمى. الاعتبار الثالث احتماليه الاحتفاظ بالكره او السيطره عليها. اخر حاجه موقف وعدد اللاعبين المدافعين. لو اي اعتبار كابتن بلال، كابتن اسامه، من الاربعه مش موجود في اللعبه، بتبقى الفرصه المحققه مش موجوده، وبالتالي بتبقى هجمه واعده. فرق كبير جدا جدا ما بين الفرصه المحققه والهجمه الواعده. انا عندي في الحاله بتاعتي نشوفها الاول حاله محمد الشناوي، ونشوف هذه الحاله هل هي هجمه واعده ولا فرصه محققه. نشوف هنا اللاعب فيوتشر نجح في لعب الكره وعدى، وهنا في اعتراض شديد جدا جدا من المدرب على الحاله. عشان كده بقول ايه، البعض اللي يفتح القانون ويشوف ويبقى عارف الاعتبارات ايه هي. نرجع نروح للعبه تاني ونشوف هنا في اعتراض طبعا، وكان يجب على الاقل هنا الحكم كان على الاقل يعني على الاقل حتى يعني يحذر المدير الفني لفيوتشر. نروح للصوره الاولانيه اللي هنا هتبين قوي اللعبه. معلش ترجع لي بالصوره الاولانيه، لا بلاش من هنا، ايوه تمام كده. نشوف هنا اللعبه حطت ناحيه الشمال، ستوب، نرجع تاني، نرجع تاني لحظه ارتكاب المخالفه، لحظه ارتكاب مخالفه وهنقف، لحظه ارتكاب مخالفه وهنقف. بس كابتن هنا احنا قلنا اربع اعتبارات، لو اعتبار مش موجود يبقى هنا مش فرصه محققه، تبقى هجمه واحده. طب ايه الاعتبار اللي مش موجود هنا يا كابتن احمد؟ الاتجاه العام. لاعب هنا رايح فين بالكره؟ لبره. فاذن هنا طالما اعتبار واحد بس مش موجود في الحاله دي، بتبقى هجمه واعده، وبالتالي هنا قرار الحكم كان قرار صحيح باشهار البطاقه الصفراء لهذه للاعب الشناوي وليس البطاقه الحمراء. زي ما قلنا القانون دايما بيريح الدنيا، يا ريت الناس تشوف القانون كابتن ايمن خاصه في هذه الحاله. نروح للحاله اللي بعد كده سريعا، نشوف هنا، هنا محمود ابو الرجال اخر القرار شويه، وبعدين الراجل بعد ما اخر القرار نشوف لحظه التمرير، حاله من الحالات المهمه جدا والصعبه جدا جدا جدا. هو هنا احتفظ بالقرار لحد انتهاء اللعبه كابتن ايمن، وبالتالي هنا لما ردت اشار على التسلل وبشيد به محمود ابو الرجال، رغم لعبه صعبه جدا 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 في هذه الحاله. الحاله بعد كده احمد حسام طه مساعد متميز هو وابو الرجال، نفس الشيء، ساب اللعب يتواصل وبعد كده رجع اشار على التسلل. نشوف هل في تسلل ولا مفيش تسلل من الزاويه اللي جايه. لحظه التمرير يا كابتن هنا، ايوه تمام تمام، لاعب النادي الاهلي متقدم بخطوه، وبالتالي هنا القرار كان قرار صحيح للاعب. الحاله اللي بعد كده حاله من الحالات المهمه جدا جدا، والحنفي قريب. انا عندي هنا خطأين يا كابتن، بقول لك الحنفي انا عندي خطأين. الخطأ الاول هنا نشوف هنا القدم كريم نيدفيد رايحه فين يا كابتن عبد البلال؟ في رجله، في الانكل. مش هقول كارت احمر، ولكن هذه الحاله على الاقل على الاقل حاله فيها بطاقه صفر. صح. طيب ما ادتش بطاقه صفر،
نمر. صفر على المخالفه الحنفي وبعدين عمل ايه كريم؟ عمل ايه؟ خلاص نمشي. خد الكوره وطبعا مش عاجبه القرار وراح شايط الكوره بعد صفار. يعني على الاقل حنفي يا ما اديش انذار في الاولانيه، اديله انذار في الثانيه. يلا نمر اللي بعد كده، نروح للحاله اللي جايه نشوف نفس الشيء. لاعب يرتكب مخالفه هنا كابتن مع حمدي فتحي، تمام. هو ادى قطعت فرصه، يا كابتن من فضلك ما تديش قطعت فرصه في منطقه المدافعين، لان الافضل تدي له المخالفه افضل، لان هي راحت لاكرم توفيق. نفس الشيء ارتكب معاه مخالفه ثانيه. نروح للمخالفه الثانيه ونشوف، هنلاقي نفس اللاعب بيرتكب مخالفه مع اكرم توفيق. على الاقل كان يجب انذار هذا اللاعب. ادي واحده، وبعدين هنا اكرم توفيق بيستلم راح داخل ثاني هنا. يعني عاوز اقول اصرار هنا على ارتكاب المخالفه، كان يجب اشهار بطاقه صفراء للاعب فيوتشر. نمر ونروح للحاله اللي بعد كده. حاله من الحالات يعني صعبه جدا جدا جدا. تعالى هات لي الحكم فين لو سمحت. هات لي الحكم من اول صب. الحنفي مش موجود، انا بس هشرح ونقتنع مع بعض باللعب او ما نقتنعش. هنا طالما الحكم مش موجود يا كابتن بلال، كابتن اسامه، كابتن شريف، التفاصيل مش موجوده اطلاقا عندك. اوعى تقول لي ان هنا في تفاصيل موجوده عند الحكم يقدر يعني يحدد كان في مخالفه او ما فيش. نشوف الحكم بعيد وسمح باستمرار اللعب. ستوب. هنا اكرم توفيق ما اداش انطباع حتى للحكم كابتن عادل ان في مخالفه. يعني انا احيانا انا كحكم باخد انطباع من اللاعب، هو اكرم عمل ايه؟ قام كمل. اذا النهارده انا كحكم كمان ما عنديش القرار، اكرم اداني انطباع ان مفيش مخالفه، وبالتالي خليت اللعبه تواصل. بالظبط كده. ده انا هقوله. حكم بعيد ما عندوش تفاصيل، اكرم اداله ايحاء ان مفيش مخالفه، الحكم يعني خد على اكرم، وبالتالي نشوف الحاله من الاعاده. على الاقل انا شايف من وجهه نظري على الاقل في دفع، في حاله هنا هنشوفها. التاكلينج هنا بس تاكلينج بالقدم اليمنى على الاقل. عايز اقول ان على الاقل الفار كان يجب ان يتم استعانه الحكم، حتى ما خدتش حتى كابتن شريف حتى ولو 30 ثانيه ولا دقيقه. هنا انا شايف القدم، هنا في قدم او الفخد او الركبه، هنا في اصطدام. حتى لو ما فيش مخالفه الحكم ما شافش، فبقول كان الفار يجب عليه استدعاء الحكم في هذه الحاله، حاله من الحالات كان يجب استدعاء الفار في هذه الحاله. نمر ونروح للحاله الاخيره عندنا. قلنا دايما يا كابتن احمد من فضلك ال 9 15 ده حق للفريق، حق لابد انك انت تحافظ عليه كحكم، تمام. نشوف هنا اللعيب او المدافعين، هنا حكم وقف الحيطه وبعدين عمل ايه؟ الحيطه اتقدمت خطوتين ثلاثه. طيب نشوف لحظه التسديد، ودي مهمه جدا يا كابتن. انا هنا لما يكون عندي لاعب عنده مهاره، لو انا عندي 9 15 مظبوطه من الممكن ان هو يسدد او يجيب هدف منها، ولكن نشوف هنا كابتن لحظه التسديد هنا نشوف. بس هل هذا معقول؟ دي حوالي 7 ياردة، دي 6 ياردة. 6 ياردة على 6 ياردة ما ينفعش. 9 15 دي حق للفريق مكتسب بيقولوا، لان عندنا لعيبه عندها مهارات. على 18 ممكن يسدد، ولكن هنا حنفي لابد ان كان الحائط الدفاع يرجع على الحدود وبرضو الموجوده. وبرضه لازم اللعيبه تبقى اسكيه في الحاجات دي. بالظبط يصمم ويقول له اللي مش واقفين. انا عاوز احييك كابتن اسامه، انا هنا كمان لابد ان لعيب النادي الاهلي بيطالب بحقك، لازم روح للحكم وطالب بال 10 ب 9 15 مش سبراي. هو حق ليك السبراي فين؟ ولكن كابتن مش مشكله سبراي، انا معيش سبراي. لا ازاي احط انا باخد الخطوات اوكي دي حاجه مهمه طبعا. السبراي دي حاجه مهمه جدا ولابد ان احنا، ولكن انا بقول ايه كمان، انت كلاعب المفروض لازم طالب بحقك. طالب بحقك هنا دي ما جيش الطيران، ولكن بصفه عامه نتمنى ان التحكيم طبعا الفتره الجايه في توقف، يبقى في استعداد واعداد للحكام، وبالتوفيق ان شاء الله للحكام. ودي اخر حاله كانت معانا كابتن علي. شكرا جزيلا خبيرنا التحكيم المتميز كابتن نصر عباس. كل سنه وحضرتك طيب، نزلت سنه جديده ان شاء الله. ان شاء الله يبقى عام سعيد على الجميع باذن الله رب العالمين. وانتهى الفقره التحكيميه اعزائي المشاهدين، براسل لنهايه فقره الاستوديو التحليلي النهارده لمباراه الاهلي وفيوتشر والمؤجله من الاسبوع السابع للدوري المصري العام الممتاز لكره القدم، والتي انتهت بتعادل الفريقين 1-1. كل التوفيق للنادي الاهلي الفتره القادمه ان شاء الله. كل عام وحضراتكم بخير لقدوم بعد ايام السنه الجديده سنه 2022. نتمنى ان تكون 2022 افضل من 2021، ويكون
عام سعيد على الجميع ان شاء الله. حابب في النهايه اشكر نجومنا الكبار اللي شرفوني النهارده، كابتن شيف عبد النعم، الف شكر يا كابتن، من كل سنه وحضرتك طيب. اشكرك كابتن ايمن، كل سنه وانتم طيبين، وان شاء الله زي ما انت قلت سنه جديده عليكم جميله باذن الله يا رب ان شاء الله. طيب. كابتن عادل عبد الرحمن، الف شكر يا كابتن، وكل سنه وانتم طيبين. كل سنه وانتم طيبين يا كابتن، وان شاء الله تبقى سنه سعيده على كل الناس يا رب ان شاء الله. كابتن اسامه عرابي، الف شكر يا كابتن، كل سنه وحضرتك طيب. كل سنه طيب والناس كلها بخير، وان شاء الله الافضل الجاي افضل ان شاء الله باذن الله، وبالتوفيق للمنتخب المصري ان شاء الله، الامم الافريقيه ان شاء الله باذن الله رب العالمين. كابتن احمد بلال، الف شكر يا كابتن، كل سنه وحضرتك طيب. انت طيب يا كابتن ايمن، كل سنه والامه العربيه والاسلاميه بخير يا رب. يا رب ان شاء الله. والشكر لكم ايضا اعزائي المشاهدين على حسن المتابعه، وعلى امل ان نلتقي بكم مره اخرى، واستوديو تحليلي اخر لكم مني اطيب المنى وارق تحياتي.